مرحبا شباب، معاكم مكو. وعندي لكم فيديو اليوم بتكلم فيه عن عالم الالعاب. طبعا هو من ارقام جينيس القياسيه تعرفكم على اكبر العوالم الموجوده في الالعاب. طبعا التصنيف اللي بيكون هو من الاخير الى الاول، فتكون الالعاب غريبه، بتشوفون الارقام والمساحات الموجوده في الالعاب غريبه وبتحتاجون وقت وايد عشان تخلصونها. فخلنا نبتدي وتدوسون زر لايك اذا عجبكم الفيديو. اول لعبه طبعا لعبه جي تي اي 3 اللي نزلت في سنه 2001. هاي اللعبه كانت تغيير حق سلسلة العاب جي تي اي، واول سلسلة تكون بهالطريقة اللي هي عالم مفتوح ويكون الكاركتر 3D، ويعني سوت نقلة نوعية في العاب جي تي اي. طبعا مساحة اللعبة هي 9 كيلومتر مربع، وهي تعتبر مساحة صغيرة مقارنة بالالعاب الحالية. ولعبة جي تي اي 5 اكبر من خريطتها، اكبر من جي تي اي 3 ب 13 مرة. اللعبة الثانية اللي هي ووتشر 3، طبعا هاي اللعبة نزلت في سنة 2015 وهي حصلت على احسن لعبة في سنة 2015، وكل من كان يمدحها ويمدح العالم المفتوح اللي فيها ويعرف ان العالم مالها عود. طبعا مساحة اللعبة تقول لكم انها هي 136 كيلومتر مربع واكثر بعد. وقبل تنزل اللعبة مطورين اللعبة كانوا يقولون ان لعبتهم ذي اللي هي ووتشر 3 بتكون 35 مرة اكبر من خريطة اللعبة السابقة من نفس السلسلة. اللعبة الثالثة واللي هي World of Warcraft، طبعا هاي رائعة بليزر، لان اللعبة من 2004 نازلة للحين في ناس يلعبونها باستمرار وبساعات طويلة. يعني مساحة العالم اللعبة أكثر من 200 كيلومتر مربع، وهاي الرقم الموجود هو قبل الإكسبانشن اللي هو The Burning Crusade، ففي توسع بعد في اللعبة. اللعبة اللي بعدها هي لعبة EverQuest اللي نزلت في سنة 1999. طبعا هاي لعبة MMORPG يكون نمطها في القرون الوسطى يعني، ومساحة اللعبة في الخريطة مالتها أكثر من 906 كيلومتر مربع. ويقول لكم بعد إنه في 500 مدينة، يعني من كثر ما عود الخريطة مقسمينها ل 500 منطقة في اللعبة. اللعبة اللي بعدها هي Just Cause اللي نزلت في 2006. أنا أتكلم عن أول جزء حق لعبة Just Cause، مساحتها كانت 1012 كيلومتر مربع. طبعا Just Cause سوت نقلة نوعية في ألعاب العالم المفتوح، لأن النص من عقب Just Cause صارت ما تبي تمشي، لأن راح ياخذ لك وقت وايد. لو أنت كنت مثلا في غابة تبي توصل المدينة راح تحتاج وقت وايد. فجست كونز كان فيها هليكوبتر، كان فيها سيارات، كان فيها بواخر، كان فيها عدة وسائل عشان تنتقل بدل ما أن تمشي. فالناس الحين في ألعاب العالم المفتوح صارت تعاني لما أنت بس تمشي بالشخصية. اللعبة اللي بعدها اللي هي فانغارد ساغا أوف هيروز، هاي بعد لعبة MMORPG نزلت في سنة 2007. عالم اللعبة هو من الخيال، مو بعالم حقيقي مسويينه، ومساحة العالم مالها اللي معروفة باسم تيلن توصل ل 1068 كيلومتر مربع. فيها بعد اللعبة ثلاث جسر تقدر تنقل منها، وعشان تنقل منها اما انك تركب حصان، او انك انت تركب السفينة اللي انت سويتها، او انك تركب على مخلوقات موجودة في اللعبة تطير سواء كان تنين او غيره. لعبة فيو اللي نزلت في سنة 2009، طبعا هي لعبة السباقات، وهي تعتبر اكبر لعبة سباقات من ناحية المساحة اللي موجودة في اللعبة، ومساحة خريطتها 14400 كيلومتر مربع. في شخص اسمه جيم روسيغنول جرب انه يمشي الباقي من بداية اللعبة للنهاية، وخذ له تقريبا اقل من 8 ساعات بشوي، يعني من البداية للنهاية. اللعبة اللي بعدها هي The Elder Scrolls 2 Daggerfall، نزلت في سنة 1996. خريطة اللعبة مساحتها 161600 كيلومتر مربع، رغم ان السلسلة اللي كانت قبلها اللي نزلت في سنة 1994 مساحتها كانت اكبر من هاي اللعبة، لكن الفرق انه في The Elder Scrolls 2 Daggerfall تقدر انت تتجول بشكل عادي، يعني تقدر تمشي، لكن في النسخة السابقة مع انها كانت اكبر ما تقدر تتنقل الا بالتنقل السريع او الفاست ترافل، يعني ما تقدر تمشي في كل انش من الخريطة. اللعبة اللي بعدها هي ماينكرافت. مين ما يعرف ماينكرافت، اللعبة نزلت في سنة 2011 وسيطرت على العالم من كل في كل جهاز موجود لعبة ماينكرافت. طبعا مساحة اللعبة تقول لكم ان هي تقريبا 4 مليار كيلومتر مربع، فنعرف ان العالم مال اللعبة ما له نهاية، والعالم اللي في اللعبة اكبر من كوكب الارض اللي احنا فيه بثمان مرات. اللعبة اللي بعدها هي اليت، نزلت في سنة 1984. هاي اللعبة عالمها يوصل مساحتها ل 2048 نظام نجمي. شنو يعني نظام نجمي؟ يعني ان مجموعة نجوم تتنقل مع بعض تربطها قوة جاذبية، فكلهم يتنقلون مع بعض. اللعبة فيها 2048 من هاي المجموعة، اتمنى وصلكم الشرح. على العموم مطورين اللعبة قالوا انهم يقدرون يضيفون 282 تريليون مجرة في اللعبة، بس استوديو المطور قال ان يمكن الناس ما يصدقون هاي الشيء، فالاستوديو غير رايه وقال حق المطورين بدول 282 تريليون مجرة حطوا 8 مجرات بس، شوفوا الفرق. اللعبة اللي بعدها هي ايف اونلاين، نزلت في سنة 2003، مساحتها 7800 نظام
نجمي. طبعا اللعبه كانت مساحتها اقل، بس مع اصدار ريا اللي نزل في سنه 2014 وصلت لهي الرقم اللي هي فيه اليوم. اللعبه اللي بعدها هي اليت دينجرس. هاي اللعبه نزلت في سنه 2014، مساحه عالم اللعبه يوصل ل 400 مليار نظام نجمي، و160 الف من هاي ال 400 مليار نظام نجمي كلهم حقيقيين وموجودين من بيانات فلكيه ماخذينها من الصج يعني من الواقع حطوها في اللعبة، أما الباقي مجرد أنهم ضايفينها، بس 160 ألف منهم كلهم حقيقيين. اللعبة قبل الأخير اللي هي ستار سيتيزن نزلت في سنة 2016، شفنا أن هاي اللعبة المركبات الفضائية اللي فيها عشان تشتريها بعضها مو كلها يوصل أسعارها ل 2000 دولار وأكثر من 2000 دولار، يعني تخيل أنت قاعد تشتري مركبة فضائية في اللعبة ب 2500 دولار أو 5000 دولار، سعر خيالي صراحة. مساحة عالم اللعبة توصل ل 4 كوادريون كيلومتر مكعب. الكوادريليون الواحد يعني 1,000,000,000,000، فهاي مليون، هاي الألف مليون، الكوادريليون يعني 1,000,000,000,000. اللعبة فيها 4 كوادريليون كيلومتر مكعب، والله أنا ما رجع على أقول لكم، بس أنا هاي اللي فاهمة بيوصل لكم المعلومة. فأربعة كوادريليون كيلومتر مكعب يعني 4,000,000,000,000. كوادريليون واحد يعني 1,000,000,000,000، هاي 4,000,000,000,000. مخي ضاع. واخر لعبه هي نومانز سكاي، اتوقع اغلبكم متوقع هاي الشيء. مساحه اللعبه هاي الرقم اللي تشوفونه، الرقم الغريب اللي انا ما اعرف اقراه، هاي كله هو الكواكب اللي موجوده في اللعبه عشان تكتشفها. ومثل ما وعدتنا الشركه قالت ان كل عالم بيكون له بيئه مختلفه وحيوانات مختلفه، بس كله حكي فاضي. فاحنا من عقب كل ذي نعرف ان ماينكرافت هي اللعبه اللي تعتبر كاكبر لعبه عالم مفتوح، لان هي اكبر لعبه فيها عالم تقدر تمشي فيه في الارض، ان يعني عالم موجود في الارض مو عالم فضائي وعالم في الفضاء الخارجي. الالعاب اللي عقب ماينكرافت كلها بالفضاء الخارجي، فعشان كذي مساحتها اكبر، لكن تبقى ماينكرافت هي اللعبه الاكبر من ناحيه مساحه خريطه في الارض. فهاي كانت الحلقه حق اليوم، اتمنى عجبتكم الحلقه حق هاي السلسله. اعطوني زر لايك وكتبوا لي في الكومنتس اي لعبه من هاي الالعاب انتم لعبتوها، واي لعبه عجبكم العالم مالها من ناحيه المساحه، وبعد من ناحيه كلاعب مو بس مساحه واللعبة ما يصير تسوي فيها شيء. على العموم هاي كان كل شيء، كان معكم ماكو، مع السلامه.